يعني وقديش حلو انه بفصل الصيف هيك نلبس الوان اكسسوارات لحتى صحيح، ناخذ شوي طاقه حلوه وتفاؤل. وتفاؤل اكيد. وخلينا نروح الى عالم الموضه وعالم الاكسسوارات والالوان، ونحكي يمكن شو هي ابرز صيحات الموضه من خلال الاكسسوارات يلي بتضيف لتيابنا يمكن لاي شيء نلبسه جماليا، ان كان عندنا مناسبه او ان كان يومنا العادي. رح نحكي اكثر مع مايا علم. صباح الخير مايا. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك مايا، واهلا وسهلا فيكي. تحكي لنا بدايه هيك، عرفينا عن حالك وكيف بلشتي بهذا المجال. انا اسمي مايا علم، بلشت بمشروعي تقريبا من سنتين. وكان يعني اول ما بلشت فيه، يعني بلشت فيه عن طريق الصدفه، وما كان يعني بدي اعمل منه شغل، يعني كان هوايه بالنسبه لي. ويعني من انا وصغيره بحب هذا الموضوع. بعدين شوي شوي بلشت اعمل اكسسوارات وورجي رفقاتي واهلي، فكتير صاروا يحبوا الموضوع ويقولوا لي انه ليش ما بتبلشي انه تفتحي شغل فيه وهيك. فبعدين فتحت الشغل وبلشت اعرض على الصفحه، وبلش المشروع يوصل لعدد اكبر من الناس ويحبوه اكثر. تمام مايا، يعني اكسسوارات يعني صبايا، يعني بس بخص السيدات، ولكن خلينا نبلش اليوم حكينا وصباحنا مع شغلات بتخص الشباب. ليكو يا شباب هدول شو حلوين. نعم يعني عم نشوف شغلات هي بتخص الشباب. خلينا نحكي يمكن شوي، الشباب عندهم كثير من بنقوا كثير شو بدهم يلبسوا، شو بدهم يحطوا هيك قصص. يعني عندنا حصرا الاسود والابيض، قديش هيك هدول الالوان كثير كثير لذيذين. خلينا نحكي عن اكسسوارات الشباب خاصه، شو دارج السنه، حتى عم نشوف انه في عين بس لونها اسود، بما انه هلا دارج العيون. هلا اكسسوارات الشباب انا كمان مركزه عليهم على صفحتي، يعني مو بس عامله انه قسم بس للبنات، مركزه كمان اكسسوارات الشباب واكسسوارات عم بس تكون صغار مايا. اي صغار حتى شو اي. فهدول الحجار اللي بيكونوا سود وعم يكونوا هدول كثير بحبون الشباب. يعني حتى مثلا التعليقات اللي مثل هيدا الدامبل ومثل العين كثير هلا دارجين. هاي الدامبل وهي العين، خلينا نشوف. مطلوبين اكثر هدول، كثير مطلوبين هلا. حتى هذا الحجر الشفاف حلوين والوانهم حلوه يعني بالنسبه للشباب. لكن خلينا نحكي عن تصميم الاكسسوارات بشكل عام. يعني هو ممكن شغف لازم يكون عنده الواحد او مهاره، ممكن اي شخص يقدر انه انا بدي اتعلم تصميم الاكسسوارات يقدر انه يصمم اكسسوارات اذا هو ما عنده هذا الشغف او هي المهاره. هلا ممكن الواحد يتعلم الاكسسوارات، بس ما بتوقع انه يكفي فيها اذا ما عنده شغف، لانه القصه بدها كثير صبر وبدها انه تكوني بتحبي هذا الموضوع، لانه مثلا الموديل الواحد بياخذ ساعه وساعتين لحتى يطلع ولحتى يتساوى. اي فلا اجباري يكون الشغف هو الموضوع الرئيسي بالسيره. مايا يعني عم نشوف كثير هلا صار دارج مثل هيك. يا ليلى بليز خلينا نشوفهم مثل هيك الخرز، الالوان الالوان الصيفيه كمان. كمان لك هيك الترانسبيران البير على عده الوان وقصص. خلينا نحكي اليوم يعني شو بيميز مايا عن الباقي. يعني بنروح على السوق بنلاقي كثير في قصص، بنروح على اي حدا بيعمل هاند ميد بنلاقي كثير في من هدول الشغلات، ان كان خلخال ان كان اسواره وان كان شيء بينحط بالرقبه. مزبوط. هلا انا عم ركز على شيء اللي دارج بالسوق. يعني مثلا نحن هلا عم نركز على البوليمير كثير، هدول اللي مسكتون، لانه هن اللي عم يعطوا الوان الصيف. يعني مثلا انا بدي لون فاقع، ما بقدر الاقي غير بالبوليمير لانه هو اللي بيعطيني اللون الصحيح. فيكي اذا عندك ذهب فيكي تلبسي معه هدول الخرز. تماما، هدول الخرزات بينلبس هيك وبينلبس فوق الذهب. يلا رح نفرجي، بس هدول الخرزات اللي هن ملونين. تمام، مو خرزات بوليمير. اي بوليميري بس انه باللغه. اوكي هدول قد ايه بياكلوا معك شغل هدول؟ هلا هذا الطوق الواحد بياخذ شي ساعه ونص حتى، يعني اذا انا كنت مطلعه الموديل.
لهيك انا حاطه هيك الموديل ببالي. بدل مراء وبدي انه الموديل كيف انه يكون على الرقبه حلو مثلا، يعطي منظر حلو. تمام. فهلا هدول كثير دارجين. وعم نشوف اضافات لهم ايضا، ولكن يمكن في كثير من الناس بتعاني من بيروح لونهم، بينطقوا بسرعه. كمان خلينا نحكي عن متانه المواد اللي عم تستخدميها، مع الخيط ايضا. وعم نشوف كمان يمكن في ادخال قصص يعني عده طبقات او هيك، بتلبك شوي الصبيه هي ولابستون ممكن ينتزعوا معها. صح. هلا نحن المواد اللي عم نستخدمهم تقريبا عم يكونوا مطلي بمية ذهب او مطلي بالفضه، يعني ما لهم انه كثير انه ابدا مثلا ما انه بيروح لونه. وبالنسبه للمواد يعني ما سبق وحدا قال لي انه انطق، لانه الخيط عم يكون متين مثلا لما عم ينلبس، عم القفل عم يتركب من ورا وخلص، يعني ما في اي مشكله بالموضوع. خلينا نحكي عن الاكسسوارات، قديش هي مهمه في هيك مظهر المراه دائما. هلا في ناس بتروح لشغلات انه غير الاكسسوارات ما بتحب، ممكن الاكسسوارات على الملابس مثلا انه ايه، بس انه في ناس ما بتحبب. بالنسبه لإلك لما بتحبي تصممي بتحددي حسب العمر مثلا، ممكن للصبايا الصغار ممكن للاكبر، ولا ما في شيء معين؟ لا هلا انا لما بدي بلش مثلا اساوي الموديل انا بمشي حسب الاعمار. يعني باخذ مثلا من العمر الصغير شو بيلبق اكثر موديل، باخذ مثلا هدول الكريستالات هن مثلا بيلبقوا للعمر الاكبر، هدول اللي مع هدول الكريستالات مثلا بعملهم حسب العمر، حسب العمر الاكبر. يعني مثلا الصبيه بتحب تلبس كريستال اكثر مثلا من بوليمير، مع انه هن الاثنين بيمشوا، بس انه هيك مزبوط انه بحدد تشتغلي حسب الطلب كمان احيانا. حسب الطلب. هلا الطلب كثير، انه مثلا اذا قالت لي الصبيه انا بدي هيك هيك اكيد حسب الطلب. طب اذا وحده كانت بدها شيء وحسيتي مو مناسب لعمرها، ممكن انك تنصحيها او لا خلص؟ هلا بقول لها مثلا انه عندي هذا الموديل الثاني اذا بتحبه، اذا ما حبته خلص انا على رايها. تمام. مايا يعني حكينا كثير من قبل، ولكن خلينا نرجع هيك نركز لحتى نذكر المشاهدين بالاكونت تبعك الفيسبوك الانستغرام. قديش اليوم ساعدوكي بالماركتينج بتقديم يمكن اكسسوارات جديده وحلوه، وخاصه هلا على فصل الصيف؟ خلينا نحكي شو الانستغرام تبعك. تمام. هلا الانستغرام تبعي هو مايا هاند ميد بالاجنبي، وعلى الفيسبوك كمان مايا هاند ميد عندي صفحه. هلا بالنسبه للماركتينج على السوشيال ميديا كثير ساعدتني بمشروعي، يعني لدرجه انه انا اول مثلا ما احط الموديل يقولوا لي مثلا عندك من هذا عندك من هذا، يعني دائما انه يطلبوا شيء ثاني. مثلا انا احط هالموديل هن دائما يسالوني على شيء ثاني، وحتى بيطلع افكار ثانيه يعني معي، يعني غير انه الافكار اللي انا موجوده بشوف على السوشيال ميديا انه في افكار ثانيه، مثلا ممكن اخذ شيء، ممكن اخذ شيء من السوشيال ميديا. وحتى انه لتوصلي لعدد اكبر اجباري بدك تنشري على السوشيال ميديا، لانه هلا ما صفت القصه انه بس بالبيت وقرايبين وهيك، فبالعكس هيك كثير بيساعد على كبر المشروع. مايا شو اول قطعه اكسسوار صممتيها؟ اول قطعه اكسسوار كانت من علبه خرز قديمه عندنا اياها، من يعني من انا وصغيره هي اكسسوارات، يعني كانوا هيك للصغار انه الوان فوشيا نجمات وهيك، فكان عن جد انه طوق مهضوم كثير فيه هيك نجوم فوشيا مع خرز فوشيا هيك كان. قد ايه كان عمرك تقريبا؟ كان عمري شيء 10 سنين على الاغلب. من وقتها حبيتي القصه؟ ايه من وقتها، لا انا من وقتها بس بعدين اكتشفتها عن طريق الصدفه. تمام. مايا اليوم كل حدا عنده هوايه، عنده موهبه، كيف فيه ينميها بما يخص الاكسسوار؟ خضعتي لا يمكن دورات تدريبيه؟ كان في حدا يمكن علمك؟ خلينا نحكي هيك خطوات لكل حدا صبيه حابه تبلش مشروعها الجديد، في شيء هون بيعلم بيدرب على الاكسسوارات؟ هلا اذا كيف بلشتي؟ هلا انا بلشت يعني بصراحه انا ما عملت ولا دوره، لانه كانت القصه عن جد يعني انه مهاره او انه هوايه عندي اياها، يعني انا لحالي كنت عم بعمل كل شيء. مثلا اذا بدي شيء موديل كثير صعب بفتح على اليوتيوب. يوتيوب هو كثير بيعلم، في كثير عالم انه حاطه شلون بينعمل هذا الموديل، كيف هيدا كيف هذا النوع من الخرز بيتعاملوا معه مثلا مع الخيط المعين. فاليوتيوب كثير حل مناسب اذا حدا حابب يفتح مشروع جديد وما بيعرف كثير بالامور، فاي اليوتيوب كثير بيعلم.
في حدا شجعك كمان اكيد ببدايه مشروعك؟ مزبوط. هلا الدعم الاول كان ماما، هي اللي قالت لي انه كثير شغلك حلو، ليش ما بتبلشي تعرضي وهيك، وليش ما بتبلشي تكبري. ايه بعدين بس بلشت العالم وعائلتي تشوف انه هالشغل حلو، بلشوا هن كمان يدعموني، بابا، اخواتي، رفقاتي، كثير كثير يعني كله عن جد. حلو دعم المحيط وكثير مهم لدرجة اي شيء، اي خطوه الواحد بده يعملها اذا ما كان في دعم من المحيط فهو ما بيقدر، ما بينطلق بهذا الشيء. مزبوط. خلينا نشوف هدول الموديلات نحن وعم نحكي سوايا، هدول ما شفناهم، هدول تحكي لنا شوي عنهم. هدول العيون هلا دارج العيون بشكل كثير كبير، يعني العيون بكل الوانها، لون زهر، اخضر، ازرق، يعني مو بس العين الزرقاء صارت هلا تتركز عليها، صار يتركز على باقي الالوان يعني ككل. وحتى في منهم خلاخل هلا كثير دارج الخلخال الخرز مع العين. كمان نجمة البحر قديش مهضومة، نجمة البحر كمان هلا على البحر، هلا على البحر. هدول بصيروا خلخال وبصيروا شيء، ولكن خليني اسال عن هذا الخيط يلي هو مبين كثير صغير. تمام. فضيب. هذا الخيط نحن بنعمله شغل سناره. شغل سناره. تمام. هذا ما بيصير خيط مطاط؟ لا ما كان هذا خيط مطاط، وبالاضافه انه لونه ثابت، حتى اثبت من الحديد اللي عم يكون. يعني حتى على البحر هذا عم يحبوا ياخذوه اكثر من الحديد مشان الالوان. تمام. كمان في شيء هون شيء ما شفناه كمان، مستضافات قديش حلوين عم نلاقي. كثير كثير هيك عم او دارج انه لونين هيك. خلينا نشوف في هون شيء لونين وهيك ابيض واسود، كمان النص بنص. نص بنص هلا كمان كثير دارج انه نحط لونين نص بنص، وحتى دارج انه مثلا اذا ما كان لولو انه نحط النص الثاني سلسال. فعم يكونوا كثير حلوين. عندنا هيك شيء؟ لا ما عندنا هيك شيء بين ايدينا. السناسل الطويلة مثل ما عم نشوف هي أكيد من الموضات يلي ما بتبطل ويلي كتير بتضيف شيء حلو لتيابنا، وهلأ كتير دارج إنه نحط كذا يعني سنسال برقبتنا. قديش اليوم حلوين نحط شيء ناعم وننسق بين العجقة والناعم. تماما. هلأ الموضة اللي هلأ دارجة إنه نحط سلسال مثلاً قصير، خرز مثلاً، وسلسال أطول. وسلسال أطول من نوع عم يكون من السلاسل الطويلة اللي عم تكون هي في بقلبها مثلاً شيء ضاوي مثل هاي العين الزيركون، كتير عم يعطي جمال للرقبة. باعتبار مثل ما شفنا كثير في موديلات جديده، يعني الوان دمج بين الالوان، هل الاكسسوارات بتحدد يعني انه مع الملابس انه هي هذا الاكسسوار لا حسب اللباس اللي انا لابسته، ولا ما لها علاقه؟ خصوصا هلا اكسسوارات الصيف يعني انه فيها الوان كثير. هلا بصراحة ما عادت القصة انه على اللون اللي انا لابسته، لانه هلا الاكسسوارات مثلا تبع هلا 2023 صارت انه تلبق على كل شيء، خلص انه الواحد بحط مثلا طوق فوشيا حتى بيكون هو لابس ازرق، ما له علاقة. لا ما عاد لها علاقه مثل قبل وهيك. هو لانه الثياب حتى هلا كثير الوان الضايجه مع بعضها، فبيتناسب هذا الشيء معه. مايا شكرا كثير لك، وكل الصبايا يلي عم يتابعونا اعملوا لها فولو لمايا، لانه كثير عندها شغلات حلوه وبتلبيكم اذا حابين اي موديل تبعتوا لها اياه. مايا هاند ميد صحيح، انستغرام وفيسبوك. مايا شكرا كثير لك، بنتمنى لك التوفيق وموفقة. شكرا كثير. شكرا كثير لك مايا، ونتمنى لك التوفيق والمزيد هيك من الشغلات الحلوه والنجاح، وتحققي اللي بتتمنيه. شكرا. أما هلا ليا لو إن الروح